الحقيقه انا يمكن على مدار الفتره اللي فاتت والاعلام كله الحقيقه اتكلم عن عظمه فريق النادي الاهلي، سواء بالتتويج بالميداليه البرونزيه او التتويج ببطوله السوبر المحلي. الجميع ايضا اشاد بالجهاز الفني ومجلس الاداره واللاعبين. وجهه نظري انه الاهم في هذه المنظومه او في منظومه الرياضه في مصر هو جماهير النادي الاهلي العظيمه. هذه الجماهير العظيمه والوفيه اللي موجوده في كل دوله في العالم بالملايين. تلعب كاس العالم في قطر تلاقي مدرجات الاهلي كامله، سله قدم طايره اي حاجه. تلعب كاس العالم في السعوديه زي ما حضراتكم شايفين مدرجات الاهلي مليانه. سوبر افريقي في السعوديه مدرجات الاهلي مليانه. جماهير كبيره وعريضه وعظيمه وجماهير وافيه. هذه الجماهير بتدي لكل واحد فينا درس في الوفاء والانتماء. في الامارات بطوله السوبر المحلي ملحمه جماهيريه في المدرجات. ماتشات الاهلي هنا في مصر جماهير الاهلي ممكن اكتب فيها كتاب. هي الركيزه الاساسيه والملهمه لكل البطولات والانتصارات للنادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي في حقيقه الامر وجهه نظري برضو هي من تجدد دوافع لاعبه النادي الاهلي لحصد كل هذه البطولات الواحده تلو الاخرى. لو الجماهير دي مش موجوده لحضراتكم شايفينهم دول الصغيرين الولاد الصغيرين وابهاتهم واصحابهم واصدقائهم والبنات الصغيرين وكل والبنات كلهم الكل اهلاوي زي ما حضرتك شايف كده. بتجد بتنظر بتجد عدد كبير من الوشوش المختلفه. احنا اي حد فينا كان بيلعب في الملعب كان بيلعب عشان خاطر الناس دي عشان خاطر هذا الجمهور. انا الكلام ده بقوله لحضراتكم وانا متاثر جدا لاني انا او شفته او جربته مش متاثر وشفته وجربت هذه الامور. لما بتكون في الملعب بتبقى الدنيا عامله ازاي. شكرا 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 فعلا لجماهير الاهلي العريقه والعظيمه في كل مكان على كل ما يقدموه ولسه اللي هيقدموه لفريق النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم قلتوا دايما في الشده انا برضو ظهره وانا ليا درع وانا لي درع الامان. فعلا انتوا الامان ومصدر هذه البطولات حقيقه. عندما نتكلم عن الجمهور فنتكلم عن فخر للقلعه الحمراء.